وللمزيد بشأن فعاليات اليوم الأول من أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم. جيرمين، بعد التحية، أبرز فعاليات اليوم في مستهل الأسبوع الخامس للقاهرة للمياه. نعم يوسف، كما ذكرت نتابع معكم فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه. هذا الأسبوع الذي انطلق صباح اليوم كما تابعنا منذ قليل كان هناك كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح أو الافتتاح الرسمي لهذا الأسبوع، وتابعنا عدد من التصريحات الهامة والتي تتعلق بأن مصر تلعب دورا فعال في دعم الحوار بشأن قضايا المياه. ويأتي اختيار شعار هذا الأسبوع وهو المياه في قلب العمل المناخي في إطار التحديات التي يواجهها العالم فيما يتعلق بقضايا المياه، وتأكيدا أيضا على الدور الفعال الذي تلعبه مصر سواء على الصعيد الدولي من خلال المشاركة في مختلف الأحداث الدولية، وبالطبع على رأسها استضافة قمة المناخ القادمة COP27، أو على الصعيد الأفريقي أيضا مع التحديات التي تواجهها مصر فيما يتعلق بالموارد المائية أو الأمن الغذائي وأيضا التغيرات المناخية. يعني إذا تحدثنا عن هذا الأسبوع بشكل عام فهو انطلق اليوم بمشاركة واسعة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق تحت شعار المياه في قلب العمل المناخي. يقام هذا الأسبوع بمشاركة واسعة ل 16 وفدا وزاريا وأيضا 54 وفدا رسميا، إلى جانب 66 منظمة دولية بتعمل في مجال المياه بإجمالي يتجاوز أكثر من 1000 مشارك يشاركون كلهم في هذا الأسبوع وهذا الحدث الهام الذي تتنوع فعالياته بشكل كبير ما بين جلسات رفيعة المستوى وورش عمل وأيضا مشاركات من متحدثين دوليين، إلى جانب تقديم أبحاث من خبراء ومتخصصين في مجال المياه. إذا تحدثنا عن أبرز هذه الجلسات التي تعقد على هامش فعاليات أسبوع المياه الخامس بالقاهرة، فبتعقد جلسة بعنوان الجولة الأخيرة من الحوار السياسي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناطق النضرة المائية، والتي بتهدف إلى تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية. أيضا من الجلسات الهامة التي ستعقد في هذا الأسبوع هي جلسة للتعريف بمحاور المبادرة الرئاسية حول التكيف في قطاع المياه والتي سيتم إطلاقها في قمة المناخ COP27. إلى جانب هذه الجلسات أيضا سيتم عقد ورشة ومؤتمر علمي سيحتوي على العديد من الأنشطة الفنية والتي ستناقش محاور الأمن المائي والتغيرات المناخية والاستعداد لإدارة الكوارث المتعلقة بالمياه والمناخ، إلى جانب أيضا منتديات ومعارض تم إطلاقها صباح اليوم بمشاركة عدد كبير من الخبراء وأيضا طلاب الجامعات المصرية والعربية والأجنبية. بشكل عام بيهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي وأيضا تعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية في مواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية. وكل هذا يأتي في إطار اهتمام الدولة بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية، ونحن على مشارف استضافة قمة المناخ COP27. اليوم هو اليوم الأول لهذا الأسبوع والذي يستمر حتى 19 من أكتوبر الجاري، وانتهت الفعاليات في انتظار أن تعقد باقي الفعاليات، وكان هذا كل ما لدي. أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو. نعم، الزميلة جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.